بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45. الحرام غذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. وهذا السائل يسأل عن أنه داخل كسبه شيء من الحرام وهو تائب الآن، فماذا يفعل؟ نقول الحمد لله الذي وفقك للتوبة واليقظة، والواجب عليك بعد التوبة إذا كنت تعرف مقدار الحرام أن تخرجه وتتخلص منه، تضعه في مشاريع عامة تنفع الناس ولتتخلص منه. وإن كنت لا تعرف مقداره فإنك تجتهد تخرج ما يغلب على الظن أنه من كسب غير حلال، تخرجه وتتخلص منه كما ذكرنا مع التوبة إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو خالد يقول: بعض الناس الشيخ يضع في جواله خدمة بأنه مغلق مع أنه يظهر الرقم المتصل، فيرد على من يريد ويترك من يريد، هل هذا يدخل في باب الكذب؟ هذا راجع إلى الشخص نفسه، إذا كان لا يريد أن يجيب المتصلين لأنه مشغول أو لأنه في وقت لا يسمح باستقبال المكالمات، هذا شيء راجع إليه ولا يلزم أنه يستقبل المكالمات. هذه الأخت تقول: فضيلة الشيخ، الحمل إذا أسقط مضغة لم يتبين فيه تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة بالنسبة لهذه المرأة، وهل تنقضي بها العدة؟ إذا أسقطت المرأة شيئا لم يتبين فيه خلق إنسان فإن هذا الدم لا يكون نفاسا وإنما يكون نزيفا، لا تترك الصلاة والصيام من أجله. وأما إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان فهذا له حكم الدم، له حكم النفاس، وتخرج به من العدة إن كانت إذا تخرج به من العدة إذا كانت مطلقة. ويعرف بداية تخليق الإنسان، يعرف ذلك لمضي مدة أكثر من 80 يوما، يعني يكون في بداية 40 الثالثة دور المضغة. فضيلة الشيخ يسأل يقول: بالنسبة للبسملة في وسط الصورة يا فضيلة الشيخ، ويرد علي أقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر، هل هي مستحبة أو مشروعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم مستحبة في بداية السور إلا سورة براءة، لأنها نزلت قبل كل سورة بداية لها، فإذا أراد أن يقرأ من أول السورة فإنه يسمي، إلا سورة براءة فإنها لم تنزل قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. عابد من جدة يقول: شيخ، ما حد الإسراف الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، وما حكم المبالغة في زخرفة المساجد مأجورين، وهل يدخل هذا في الإسراف؟ الإسراف محرم، قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. والإسراف هو الإنفاق الزائد عن الحاجة، أما زاد عن الحاجة فهو إسراف وتبذير، وأما ما كان بقدر الحاجة فليس من الإسراف. ولا تجوز زخرفة المساجد، لأن المساجد لم تبنى للمباهات والمناظر، إنما بنيت للعبادة، فتكره زخرفة المساجد
وتزويقها والكتابة على جدرانها وما أشبه ذلك، لأن هذا يشفى للمصلين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من الجزائر فضيلة الشيخ يقول: نحرص ولله الحمد على صيام الاثنين والخميس، ولكن متى يكون موعد الإفطار بالنسبة للصائمين؟ هل هو عند غروب الشمس أو عند أذان المغرب حالا؟ الإفطار يكون عند غروب الشمس، قوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. الأذان علامة على دخول الوقت، فإذا كنتم ترون الشمس، ترون غروب الشمس، أفطروا على ذلك، وإن كنتم لا ترونها فأفطروا على الأذان، لأنه علامة على غروب الشمس. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن التحدث والكلام أثناء قراءة القرآن في المجالس، كما يقرؤون من شريط فيتكلم مجموعة من الأشخاص، ما حكم هذا العمل؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فتسجيل هذا تشغيل المسجل أو فتح المذياع على القرآن إذا لم يكن هناك استماع وإنصات فإنه لا يجوز، فإما أن يستمعوا إلى القرآن ويتدبروه، وإما أن يغلقوا في المذياع أو الجوال ويشتغلوا بالكلام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله يسأل عن حكم صيام أيام التشريق فضيلة الشيخ. لا يجوز صيام أيام التشريق إلا في حالة المتمتع الذي لم يجد هديا ولم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم العيد، فإنه يصومها في أيام التشريق، لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج. ولحديث: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من أسئلة يقول: بعض الناس يعتقد بأن زيارة المسجد النبوي الشريف متعلقة بالحج ولا يكمل الحج إلا بها. هذا بناء على العادة، فإن كثيرا من الحجاج خصوصا إذا جاءوا من بعيد ومن خارج البلاد فإنهم يزورون المسجد النبوي ليصلوا فيه ثم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك، فهذا هو الذي يعمله كثير من القادمين من خارج المملكة. يظن بعض الناس أن زيارة المسجد النبوي لها تعلق بالحج وليس كذلك. زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة وليس لها وقت، بل يزور المسجد النبوي في أي وقت من الأوقات قبل الحج أو بعده أو في أي وقت كان، ومن حج ولم يزر المسجد النبوي فحجه تام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائلة من الرياض أم تركي تقول بأنها أخذت عمرة في شهر مضى وكانت لابسة نقاب في العمرة ولم يكن جهلا منها، ولكن الزوج أخبرها وأبلغها بأنه لا مانع من لبس النقاب، ماذا عليها الآن يا شيخ؟ لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنها لا تنتقد، فما دامت أنها لبسته وهي محرمة وليست جاهلة بالحكم، وإنما غرر بها هذا الزوج الجاهل، يكون عليها فدية تخير فيها بين لبس شاة في مكة توزعها على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين فقراء في مكة، كل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو أن تصوم ثلاثة أيام، خير بين هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول الأخت أم وليد: أختي أهلت العام بعمرة عن والدها المتوفى، وكان معها طفل صغير، وحينما وصلت الحرم الشيخ كان الهواء بارد، فخافت على هذا الطفل ولم تكمل العمرة، ثم رجعت إلى مسكنها في جدة وحلت، فما الذي يجب عليها الآن؟ يجب عليها أن تكمل العمرة، هي ما زالت محرمة، يجب عليها أن تضع الصبي في مكان آمن ثم تكمل عمرتها، أما أنها ترفض الإحرام فهذا لا يجوز، هي باقية في عمرتها الآن،
تلتزم بترك محظورات الإحرام تذهب وتؤدي العمرة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول الطيب الذي كان يستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو الطيب الذي نستخدمه الآن؟ غالبا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب الموجود في وقته عليه الصلاة والسلام، قد يكون من المسك وقد يكون من غيره من الأطياب، وكل وقت له طيب خاص حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى من أنواع الأطياب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ سمير له سؤال عن عمل الطبيب في غرفة العمليات. يقول الطبيب الذي يمضي ساعات متواصلة في غرفة العمليات ويدخل عليه الوقت والوقتان وهو في عمله، كيف يتعامل مع الصلاة؟ هل يصلي بعد فراغه من العمليات أم يبادر قبل دخول الوقت؟ هناك الجمع بين الصلاتين، فإذا كان يدخل العملية في وقت الأولى بعد بداية دخول وقت الصلاة الأولى كالظهر المغرب مثلا، فإنه يصلي الصلاة الأولى المغرب أو العصر أو الظهر، ثم يجمع معها ما بعدها، فيجمع العصر مع الظهر ويجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، ثم يدخل العملية. أما إذا كان سيدخل العملية قبل دخول وقت الأولى، قبل دخول وقت الظهر أو قبل دخول وقت المغرب، فإنه ينوي جمع التأخير، فإذا خرج من العملية فإنه يصلي جمع تأخير، صلي الظهر مع العصر جمع تأخير أو المغرب مع العشاء جمع تأخير. الأخ بسام من سوريا يقول الشيخ الله حضرت في حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وحديث آخر وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كيف نوفق ونجمع بين هذين الحديثين؟ لا تعارض بين الحديثين، لأن العدوى واقعة بإذن الله بسبب المخالطة والمماسة للمصابين، ولكن الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول المراد به نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية، لأن العدوى تحصل بنفسها لا بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه، فهو رد عليهم أنه لا عدوى ولا طيرة ولا إلى آخره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره، ولا ينافي هذا عمل الأسباب الواقعة من العدوى. الأخ المستمع من الجزائر يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يقولون كل شخص يتبع فتاوى البلد الذي هو فيه، هل صحيح مع العلم بأن هذه الفتاوى تختلف من بلد إلى آخر مأجورين؟ الواجب على المسلمين أن يتبعوا الدليل من الكتاب والسنة، فالفتوى التي عليها دليل يؤخذ بها، الفتوى التي ليس عليها دليل ترد، ليس هذا راجعا إلى البلاد أو إلى علماء كل بلد، فالذي عنده علم ومعرفة بالأدلة ينظر في الفتاوى، فما وافق الدليل أخذ به وما خالف تركه، وأما العامي فإنه يختار من يثق به من أهل العلم في دينه وعلمه ويستفتيه ويعمل بفتواه. جزاكم الله خيرا. الأخت أم البراء تقول الشيخ بالنسبة لدهن الرأس والشعر بزيت، هل هذا يفطر الصائم وهل يخل بصيامها؟ لا دخل لصوع لدهن الشعر والجلد وما أشبه ذلك، لا دخل له في تفطير الصائم، إنما يفطر الصائم للأكل والشرب وما يدخل إلى الجوف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤال يسأل الشيخ عن الأسس التي يتم من خلالها اختيار الزوجة عند الإقدام على الزواج حتى تسير الحياة بصورة هادئة ومستقيمة. نعم، الأسس التي يتم عليها اختيار الزواج قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فالأساس هو الدين مع الأمانة والخلق، فهذا هو الأساس الذي يسير عليه الزواج الناجح بإذن الله، أن المرأة تختار الزوج الصالح في دينه وخلقه وأمانته، وكذلك الرجل يختار المرأة الصالحة في دينها وخلقها وأمانتها. السائل عويد من دواد يقول فضيلة الشيخ نكاح الشغار هل هو باطل وما صورته؟
وإذا كان تم هذا الزواج فما العمل مأجورين؟ نكاح الشغار هو تجعل المرأة بدل المرأة بدون صداق، وهو ما يسمى بالبدل، وهذا باطل بالإجماع. إذا جعلت المرأة في مقابل المرأة في النكاح وليس هناك صداق فهذا شغار باطل بالإجماع. سمي شغارا من الشغور وهو الخلو، لخلوه من رغبة الزوجة الزوجة لزوجها، ولخلوه أيضا من الصداق الذي جعله الله في النكاح. وأما ما وقع وحصل من هذا النوع فينظر فيه القاضي في المحكمة، تراجع المحكمة لأنها هي التي تنظر بالعقود الواقعة فتقر ما كان منها صحيحا وتمنع منها ما كان باطلا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من سائل البرنامج، يقول فضيلة الشيخ، امرأة غنية ليس لها زوج ولا أولاد ولكن لها أخ وأعمام، وكتبت في وصيتها قبل وفاتها بأن جميع ما تتركه بعد موتها من مال وعقار بعد وفاتها هو صدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين. هذه الوصية هل يؤخذ بها يا فضيلة الشيخ؟ الأصل أنه ليس للإنسان وصية إلا في حدود الثلث فأقل، حدود الثلث فأقل، وما زاد فهو للورثة. وهذا السؤال يوجه إلى القاضي، يرجع إلى القاضي تعرض عليه هذه الوصية فينظر فيها، ولكن الأصل أنها لا تصح الوصية فيما زاد على الثلث إلا برضا الورثة بعد الموت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت من الرياض تقول ما الحكم إذا قطع صلاتي شخص بالغ امرأة وأنا أصلي وهي لم تعلم، علما بأنه كان أمامي سترة خفيفة، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كان أمامك سترة ولو هي خفيفة ومرت المرأة وغيرها من ورائها فصلاتك صحيحة. نعم. تقول الشيخ إذا كنت في البر كيف أحدد اتجاه القبلة، علما بأنني كلما ذهبت للبر لا أعرف اتجاه القبلة إلا باجتهاد مني ولا أعلم هل قبلتي صحيحة أم لا، لذلك أصلي. تسألين من حولك ومن معك من الرفقة عن القبلة وتجتهدون في ذلك وتصلون. فالقبلة تعرف بالعلامات وتعرف بالجهات، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة. فالحاصل أن الإنسان إذا كان وحده يجتهد حسب ما يؤدي إليه اجتهاده في تحري القبلة، وأما إن كان مع غيره ومع ناس فإنه يسألهم ويجتهدون جميعا. نعم. بالنسبة يا شيخ لتقول لصلاة النفل نحرص عليها، ولكن هل يجوز للإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها؟ لا يجوز أن يقطعها إلا بعذر، قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إذا طلقت المرأة ولم يدخل بها الزوج وقد دفع المهر لها كاملا، فكيف حالة المهر، هل يأخذه كاملا؟ قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فإذا طلقها قبل الدخول وقد دفع لها مهرا فإنه يرجع بنصفه ونصفه الآخر يكون لها. نعم. هذا السائل أبو سامي يسأل يقول أشكل علي هذا الحديث فضيلة الشيخ، وأريد منكم أن تبينوه حفظكم الله، الذي فيما معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. حديث ظاهر في أن النار والجنة قريبتان من الإنسان، لأنه ليس بينه وبينهما إلا أن يموت، والموت لا وقت الموت ووقت الوفاة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والموت قريب. ولكن هذا الحديث من باب التذكير بالموت، ومن باب الحث على العمل الصالح والحث على التوبة والاستعداد للموت، استعداد للجنة والنار. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا أيضا السائل سلمان يقول أحب قراءة المختصرات في الكتب الشرعية، فما أحسن هذه المختصرات في باب العقيدة يا شيخ؟ أحسنها ثلاثة الأصول،
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعده كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ رحمه الله، ثم العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم المختصرات كثيرة في هذا الباب والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يا شيخ، في أيام الشتاء نلبس الشراب ويخفى على كثير من الناس أحكام المسح، فما هي الأحكام المتعلقة بذلك جزاكم الله خيرا؟ الأحكام: أولا أن يكون الشراب ساترا لما وراءه وضافيا على الرجل، لا بد من هذا، وأن يكون طاهرا، وأن يلبسه على طهارة. من الشروط أن يلبسه بعد كمال الطهارة، ثم يمسح عليه المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر فضيلة الشيخ يقول: بعض الدعاة يفتي في بعض المسائل الفقهية ولكنه لا يعطي الدليل القاطع، هل يؤخذ بفتواه؟ لا يجوز أن يفتي إلا من عنده علم فقه في دين الله تعالى، فإذا تأكد من الحكم الشرعي فإنه يفتي به، وإلا فإنه يتوقف. ليس بلازم أن ينكر الدليل الشرعي للمستفتي إلا إذا كان طالب علم أو باحثا عن الدليل، أما إذا كان عاميا فيكفي أن يخبره بالحكم ولو لم يذكر له الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلتي يقول: ما أفضل الدعاء الذي يردده المسلم في حياته إذا كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب؟ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الدعاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالأدعية التي في الصلوات في الركوع والسجود، والأدعية التي بعد الوضوء، والأدعية التي قبل النوم والتي بعد النوم إلى آخره، ولها كتب مخصصة، كتب الأذكار. آخر الأسئلة فضيلة الشيخ يسأل عن صيام يوم عاشوراء، لو اقتصر على صيام يوم العاشر هل يجزئه ذلك وما فضله؟ نعم، يجزئه ذلك لكن يكون أقل أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصام يوما قبله، وفي رواية أو يوم بعده، فلا يصام وحده، لكن لو صامه وحده أجزأ وله من الأجر بقدر ما عمل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في برنامج نور على الدرب في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.